مبروك الله يشترككم، مبروك عيدكم، مبروك عيدكم. كنت بنيتوا ان شاء الله مبارك سعيد. كما كتشوفوا هنايا غادي نديروا الشوا اليوم. دابا كما كتشوفوا كنقطعوا الفلفله هانتوما، واخا حتى كملتها وبغيت نقول ندير فيديو مع المشاهدين، ولكن انا درتو بشكل قلت لكم نشارك معكم الفيديو. السلام عليكم بعد المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله باش مليتو. هانتوما هذا فيديو يعني بدون مونتاج، بدون هذا 11 الليل، وقالوا لكم البنات لا والو، دابا ما درنا شويه ديال الشوا، وقلنا شنو غنديروا مع الشوا، شي حاجه ندوزوها معاه. كندير لهم التكتكه بالفلفله، قالت لك تسني مع ماما انا نعاونك. قلت لها يلا، هي كتقطع لي الفلفله كيف كتشوفوا هاد الفلفله خضراء. شوف شوينا الفلفله كيف كتشوفوا، حنا كنقطعوا دابا الدنجال. اي اختي بدلات ليا البوص دنجال. شنو هاديك؟ كيف كتشوفوا حنا كنقطعوا الفلفله، اختي بدلات ليا البوص. دابا نجمعوا الفلفله بحال هكذا بحال لاستيك. هانتوما تسنيم كتعجبها كزينه بحال ماماها. ايوا خاصكم الى دابا خاصكم تشوفوا شنو ندير المقادير للشوا باش تجيكم الشوا بنينه. دابا مبروك على شركم. دابا غادي نديرو خاميه في السطح، غادي نجلسو تماك، غادي نديرو الماكله، كل واحد غادي يدير داكشي اللي بغا. ولاش الخاميه؟ علاش نجلسو صافي؟ نديرو الخصيره، غادي نجيبو بولجا، غادي نديرو بزاف ديال الحاجات بلا ما نشرح لكم. ودابا انا كنقطع حدايا مطيشه وكنقطع الفلفله. هي التكتوكة عادية وصافي، بالثومة والربيع كما كتشوفوا. يلا كملي الفلفلة باش ما نطولوش الفيديو. على ما تساليو التقطع ديال الفلفلة وعاد نعاودو لكم الفيديو. يلا باي باي. كتشوفو ها هو الشوا صايبتو ليا ماما، ها هو راه قطتم قبيلة، هو مرقد غيكون فتي، غيجي ان شاء الله زوين. درتلو درت بصله محكوكه، درت صبر حبوب وسميتو البزار، وزيت بلديه الحامض مزيان، وصافي هادشي اللي درت وحركت. ومهم دابا يعني غيكون غيجي فتي ان شاء الله، حيكون قبيله درتو، خليتو باش بحال يشرب مزيان. كما كتشوفوا انا حليت المطيشه يا اختي، كتقطع البطاطا باش ديرو الفليتش. الفريت بالكول اسمينو تسنيم جاك على وقيته النعاسه بنتي. يلا كملي تقطع. كيما كتشوفوا احنا قطعنا المطيشه، ايوا الفلفله راه كتشحر. دابا الفلفله كتشحر، وغادي دابا باش طيبها يا اختي قطعت البطاطا. دابا غادي نصايبو الكفته والقطيبات ونرجعو لكم. شوفوا المشاهدين، دابا الكوزينه انا ما تترونش لكم، خاصكم هذوك البان اللي تستعملتو بهم خاصكم تغسلوهم في البلاصه باش ما تبقاش لكم الروينه. يلا هانتوما دابا الفلفله كتشحر كما كتشوفو. شوفوا دابا راه هنايا راه مطلوب في الزنقه، راه 11 الليل هادي. شوف كيما كتشوفوا المشاهدين، ماما كتدير الطحين في البطاطا باش ما كتجيش كتجيش قرمشه وكتجيش الزيت بزاف. كندير لها شويه ديال الفرص اولا ما يزينها اللي عندكم ديروه. Thank you.
التفاح حنا طيبنا شويه انا كما كتشوفوا طيبناها في السطح راه جات بنينه بزاف 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 ما احلى في السطح شحال الدولار راه دوشات وطلعات كما كتشوفوا حنايا كنقلبوا فادي انا وماما كنسيب كنقلبوها شو كي جات زوينه شو بنينه بزاف والله سلام كيف تنزل لي الله ان شاء الله ما تنسوش سبسكرايب ولايك يلا باي باي.